السلام عليكم الاخوان، اليوم جينا عند الاخ حميد. جينا ان شاء الله غنديروا واحد فيديو سبيسيال. اخ حميد السلام عليكم. مرحبا بك، مرحبا بالمتتبعين ديالك داخل وخارج ارض الوطن. الله يكبر بيك. اي واحد في بالي شي حاجه مرحبا بكم. الله يحفظك خويا حميد. يعني كيجوني كومونتيرات يعني في القناه وفي الخاص يعني في الواتساب. خويا حميد كيسولوا الناس على الطريقه ديال الانتاج الصحيحه. جينا عندك اليوم خصيصا ان شاء الله باش نعرفوا من عندك واحد المعلومات. تبارك الله، نظرا للتجربه ديالك هذا العام ما شاء الله صغير. انا عجبتني بعدا انا خويا. شوف يلا مبتدئين. شوف ولو انا بعدا كنعتبرك محترف. الله يحفظك الله يكثر فيك. يعني الطريقه اللي درتي طريقه زوينه وعجبتني انا، وبغيناك اخويا يعني بغينا نبارطاجوها مع الاخوان يعني المبتدئين. اخويا انا كبدايات ديالي كنت كتشوف كلشي على عليك، بدينا من الزير والحمد لله. كنا كنبيعو ونشريو طويرات، جمعنا واحد البركه، صيدنا بها السلاكه. على صوت السلاكه حيت ملي كنت كندير البحوث ديالي وكنقلب لقيت انه السلاكه اسهل للانتاج. يعني تقدر تلقى طويرات تقطعو من زوين ما ينسولك، ولكن خاص الصبر. من بعد ما درت السلاكه وبديت طبيعي وبديت انا الطبيعي وداكشي، بديت كندخل طويرات في المستوى. كتمشي كتاخد طير باربا يكون فيه مواصفات ديال البارو، كتلقاو في السلاكه كتاخد نتيو تاي، واخا كيكون الثمن ولكن كتدخل بيسه زوين ما شاء الله. هذا هو الرباح اللي لعبت عليه انا، باش حتى الدم اللي غتخرج يكون دم في المستوى. دونك بقيت بحال هكا كنجمع طويرات داكشي، وبديت الخدمه ديالي طبيعي. كنت كنخدم طبيعي، بقيت كنبحث، راه ماشي كنخدم وصافي غنبقى غادي. بقيت خدام بحال هكا، ولاحظت انه التحليل نازل طبيعي. راه ما ظن في الكومونتير كل واحد حر يخدم باش ما بغى. خويا كل واحد والطريقه باش كيخدم والطريقه اللي كتعطي نتيجه. كل واحد حر يخدم باش بغى ما بغى. دونك الاخوان، انا ملي قلبت بزاف لقيت انه احسن طريقه للانتاج واسهل طريقه للانتاج باش انك ما تخرجش بعام صغيره هي برودويتي. ولكن اخو خاصك تعرف كيفاش تخدم به. راه كدير فيديو وريتكم طاير طاير، لحقت مؤخرا ما كاين حتى شي بياسه مريضه، بياسه وحده مريضه والو. هذا فضل من الله. علاش؟ حيت بفضل الله سبحانه وتعالى، شي سير ديال الله سبحانه وتعالى، وعرفت كيفاش نخدم بلي برودويشين. حيت كاين بزاف ديال الناس عندهم تجارب فاشله مع لي برودويشين. خويا حميد، واحد السؤال اللي بغيت نسولك اخويا. يعني واش كتسول الناس قبل منك؟ سولنا يعني الناس، عطاونا معلومات ناس، كاين اللي عطاونا معلومات خاطئه، كاين اللي عطاونا معلومات، ولكن ما كنحدش كندخل، بقى ندخل كندخل، وفي الاخر كنستنتج. انا راه وقيت الانتاج كنتج، كيدخل بنادم كيقول لي معلومات وما نقدرش نديرهم واخا هما صحاح. انا خديت واحد المسار ديالي نقدر ندور لها ولا هذا. الا مشيتي صدرتي مع هذا ودرتي مع هذا صافي خربقتي كل شيء. بشكل عام دونك فاش كتحط المسار ديالك تخدم عليه كمل عليه، نجحتي ولا فشلتي كتبقى تجربه. بنادم يجرب وموقعين صعيبه، كلب عليك شي واحد يقول لك ساهله، راه اصعب طيور في الانتاج. راه دوز عليك العذاب صراحه، دوز عليك العذاب. والحمد لله دزنا من هاد التجربه، وكانت تجربه زوينه، وكان عام استثنائي وعام زوين. وانا ما دخلتش لي برودويشي، مي كنت كندوق الفريخات. علاش؟ كنت مره كنعطي الفريخات الاد او سيلينيوم كالسيوم ملتي فيتامين. دوز الكبده كنت كنعطي لهم كل سيمانه، يعني الفراخ جاهزين انهم نعطيهم البرودوشيمي. كندوقهم، كتذوقو واحد مره في السيمانه كتعطي حاجه، يعني الطير ديجا عارف ديك الماده. وصلت اخويا شهر جوج باقي فراخ ما تحركوش، طبيعي هادشي كنقعد الطبيعي. كندير الزنجبيل، كندير الخروب، كندير الحلبه، داكشي كامل تيفاف حريقه. راه الحريقه كنعطيها من شهر 10 حتى شهر جوج، ما كنحيدهاش يوميا. يعني شنو هو الدور ديال الحريقه؟ الحريقه كتسخن الطيار، كتسخن الطيار كتعاونهم باش انهم يجهزوا. والتيفاف فيه فيتامين او كيوجد الطيار، وفيه مواد غذائيه زوينه سواء للوليدات سواء للكبار. دابا الى داكشي وصلت لشهر جوج ما كاينش ترجيع والو. هنا نحط البروغرام اللي خدمت عليه، كنت خديته عند واحد خونا في فيسبوك ذاك العام، ماشي العام اللي خدمت فيه، العام اللي قبل منه كنت خديته وحطيته. كتشدو كتعطيه 15 يوم، مورا هذيك 15 يوم تشوف النتيجه في البلاصه. وداك الشيء اللي طرا شهر جوج ما كاين والو، بديت بيه شهر ثلاثه،
بديت كندوق الفراخ بعد السيمانه الاولى كندوقهم كنفيق لهم الدم ديالهم باش يولفوا داك لي فيتامين. السيمانه الثانيه وانا نبدا كنعطي سميتو كنعطي ميليم ايترو ديال الماء كندير ميليم ديال ادي 3 او ميليم ديال السيلينيوم ميليم ديال الكالسيوم وميليم ديال الملتي فيتامين اربع الحوايج كنعطيهم جوج مرات في السيمانه. السيمانه اللي موراها كنعطي ثلاثه مرات في السيمانه. السيمانه اللي موراها اربع مرات. السيمانه اللي موراها خمسه مرات. وديما كنعطي معاهم دواء الكبده جوج مرات في السيمانه. ملي كتوصل لخمسة المرات كتعطي يومين تابع دواء الكبده ما شاء الله كتعطي دواء الكبده اون فوا كيبانوا لك التيور دوك كيجمعوا العشاس كتنقص الملتي فيتامين وكتنقص الادي 3 او كتخلي الاو سيلينيوم والكالسيوم. علاش الاو سيلينيوم والكالسيوم؟ الاو سيلينيوم كيمشي ديريكت للذكر باش يعمر البيض والكالسيوم كيعاون النتوء باش تحط البيض مزيان ما شاء الله. وكنعطي معاهم الفيتامين كومبلي جوبي كومبلي جوبي كيعاون النتوء باش انها ما تبقاش مستريسي وكيوفر لها الفيتامينات بي كاملين باش انها تحط البيض ماشي تبقى من عش تلعب العش من عش العش 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 حيت كاينين نتوما كتصايب عوش كتمشي لعش خور أيوة. حيت مستريسي الاخر كيكالميها شويه وكيعاون الاولاد يخرجوا من البيضه بلا ما يوحلوا. هاد الفيتامين بي زوين كومبلي جوب يعني فيه لي فيتامينات بي كامل. دونك بقيت خدمه بحال هكا الحمد لله 24 شهر 3 كينسد العشاء سبحانك يا جميل. نسد العشاء تصوبوا في شهر 1 طلعت الفيديو ريحتو لك اييه فعلا اييه شتو وصراحه رانا فرحت لك اخويا حميد الله يحفظك وفرحت الناس اللي كيديروا الانتاج بحالك اييه. هنا كيبان الفرق ما بين الطبيعي والكيميائي. حنا جينا في واحد المدينه اللي فيها الرطوبه بزاف اييه ما معاوناش الشمس ولا العام كما كتشوف راه باقا ما جاتش الشمس والجو مضطرب دونك مدينه اخرى تقدر تمشي فيها بالطبيعي حيت الشمس راه هي اساس الموطني بحال اس في كاينه مراكش كاينه مدن اللي سخان كيعاونوا في الانتاج. اما بحال كازا راه صعيب الانتاج بها حيت الجو متقلب وكنعرف انا اقسم بالله الناس عندهم سلاكه سلاكات وعندهم اكثر من 20 كوبلا صحابي هذوما هنا في النواحي ديال كازا اييه والله الا ضاعوا لهم تقريبا شي 20 كوبلا في شهرين ديال الخدمه يلاه على الشواح كاع الاولاد كيموتوا لهم علاش حتى قلوب ديال الجو. دونك كاين الناس كيخدموا طبيعي حتى هما راه كيفرخوا الله يسهل عليهم مي طبيعي بوحدو وبرودوسيون بوحدو كل واحد كيختار. انت دابا عاودتينا على التجربه ديالك وكيفاش نجحت لك يعني بارطاجيتيها مع الاخوان وما كيهمش اخويا الطريقه كيهم النتيجه. هادشي اللي كاين خويا خويا حميد بغيت نسولك واحد السؤال اخويا دابا يعني الدور ديال يعني ذكر الحصون كيقوم بالمهمه ديالو اللي هي التلقيح ولكن المهمه الكبيره كتبقى على النتوء. النتوء هي خوتي اللي خصها تجمع البيض العش خصها تبيض خصها تبرك على الاولاد بوحدها وخمس ايام ولا ست ايام الاولى كتوكلهم بوحدها عاد كيعاون في الذكر وكاين الذكر هكا في السلاكات كيخلي النتوء توكل راسو كيمشي يتجاوز مع النتوء فعلا دونك انا فين خصك تتعاون يعني المهمه كتبقى عندها صعيبه وكتبقى توكل الاولاد وكتعطي يعني من عندها والله يسمح لنا من الامهات ديالنا يعني دونك هادشي اخويا علاش انا حبست الانتاج بكري اييه حيت فريخات عطاوني البركه ديالهم الحمد لله. كاين اللي عطاوني ربع عشاس كاين اللي عطاوني ثلاثه كاين اللي عطاوني جوج كاين اللي عطاتني عش واحد ولله الحمد كلشي خدمنا نشوفوا اخويا التطويرات اللي يعني النتيجه ديال العام دونك نتيجه خويا ديال العام كاينين فيها طويرات الفوق كاينين طويرات التحت شي حاجه كتحفظ شي حاجه داخله الحفاظه كيف ما كتسمعوا راه طويرات تبارك الله راه كيبكيو هنا يعني ستيب بار انا خويا الحفاظه نخلي انا ثلاثه الذكوره ديال الحسون وثلاثه ديال الميس ما شاء الله دخلت معاهم ستيب بار واحد يعني عندك الهجين وعندك الحسون بجوج كنحفظ تبارك الله ما شاء الله هادشي سير كيبقى ديال الله راه كنعرف موالي كيحفظوا عامين ثلاث سنين باقي ما طلعوش طيب الحفاظه راه تيسير ديال الله سبحانه وتعالى الا يسر لك الله راه غطيح في ديك الراسه اللي غتحفظ اييه ما يسرش لك الله راه ما طيحش فيها زين ولا كانت نيتك زوينه اخويا وقلبك ابيض شوف اكيد اكيد كتنجح اللي بغى الله مرحبا بها حنا كندوزو من واحد التجربه اللي زوينه وغتبقى في الذكرى راه ما نبقاوش حياتنا كامل وحنا كننجزو ضروري واحد النهار غتعيا خصك عائلتك تعطيهم وقت اييه كنعطيو وقت فعلا وقت الخدمه وكنعطيو وقت للفراق ماشي سهله ماشي سهله ولكن الحمد لله مقادين داك الشيء يعني الا بغيتي تخرج غتسافر خاصك يعني تخلي واحد مقابلهم يعني كتفكر لدوك الطويرات بحال ولادك
بحال هكا اخو خصك كل 24 ساعه تحل عليهم واحد نص ساعه ضروري باش تنفسوا اييه هذه معلومه للاخوان اللي كيبغيو يحفظوا بالكاخون يعني خاصكم ضروري تنفسوا على الكاخون باش تنفخش تعطيه واحد الحريه انه توي فهمتي بغي يخرج داك الشيء اللي عنده دابا الفراخ كنديرهم ديال يوم مينيتري كنخدم لهم من 4 الصباح للعشرة وكنخدم لهم من 12 للجوج وكنخدم لهم من 5 للمغرب من 5 للمغرب يعني كنخلي لهم واحد البلاصه في انه يبشبات ويثبت راسه ما بقاش ديما غالو عليه الحفاظه وكل ما كبر الطير كل ما كنقص ليه الحفاظه باش انه ديما يبقى متحكم بالحفاظ ما يبقاش يتحدى معاه باش ما يخرجش دوك العيوب باش ما يبقاش يدور الطير اللي كيخرج العيوب ديالو يبقى يتحدى مع الحفاظه باش يقبع عليها وكيدير يخرج في العيوب كاينه تجربه زوينه اخويا حميد والناس اللي ما عارفاش الاخوان يعني الاخ حميد استفدنا منه استفدنا منه بزاف كنشكروه بزاف كنشكروه يعني على الاستضافه ديالو في المنزل ديالو وعرفنا منه يعني شي حويجات اللي ما كناش عارفينهم خويا حميد كنشكرك بزاف اخويا وتحيه العزيز ايوه حميد ومش متابعين هكا ايوه متابعين ديالنا تما كاملين كان جا عندي الاخ يوسف تحيه لي من النهار مبروك عليه الزياده تحيه لجميع القنوات ومبروك الزياده للاخ يوسف زياده في الاسلام جا عندي كنا لونسيت شي نتاول البيع مع دو شي اخوان بداو كيعلموا الغيب دونك هنا ديتي اسم انك علم شي الغيب اييه داك دوك نتاول اللي باغي يبيع حميد راه ما كيوكلوش ولادهم ماشي راه واقيله ولا دوك نتاول اللي باغي يبيع حميد راه ما كيوكلوش ولادو هنا راه ديتي واحد الاسم وحكمتي على واحد الحاجه اللي انت ما حاضرش ليها وما ما شايفهاش وهنا كنقول لك اخويا شكرا لك راه فيك باش غادي لقدام الحمد لله انا راه بديت كنت كتقولوا كنخربق ياك راه كنخربق ما غندير والو نهار نتشت قلت له راه كنخربق وحنا سالينا الانتاج وكتقولوا مازال كتخرجوا في العيب حنا نقول لكم حنا مسامحينكم اييه مسامح كريم راكم راه يسامحكم وما انا مسامحكم بالقلب وبيكم باش غادي مزيان الله يسهل عليكم كريم الله يكبر بك اخويا حميد والله يسهل عليك اخويا وتانا بالدور ديالي كنشكر جميع الاخوان المتشبعين ديال قناه طائر الحسون المغربي وكنقولوا دائما الله يدير الخير والسلام عليكم شكرا اخويا حميد المهم الاخوان حميد يعني اصر وقال لي ضروري تشوف الطويرات ديالي وحنا يعني نبارطاجيو هاد الطويرات ديال الاخ حميد والانتاج ديال هاد العام معكم الاخوان مرحبا والف مرحبا اخ حميد بغينا نشوفوا خويا الطويرات ديالك اول حاجه خويا كنحفظوا بهاد العيبه هادي اييه هذا لومبليس هو كيكات الصوت هذا كنخدم به خويا يلا صيفطوا لي فراتيلو من ايطاليا كيفيلتري الصوت كيفيلتري الصوت تحيه لهذا الاخ اللي هو فراتيلو وكان جاب لي هذا كان جاب لي الدافلور راه ما كاينش جا في المغرب جابوا لي اييه هذا البرومو الدافلور ما كاينش كاينش في المغرب هو اللي جابوا لي وهذا الاخوان الدافلور هذا راه طبيعي فيه 8 العشبات كيخدم جهاز التنفسي وجهاز الهضمي الدوي به طبيعي دونك ما شاء الله الزياده ديالنا ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك قال لي تكرر أذين اخويا ما نشوفها سبحان الله هذه ما نشوفها تبارك الله الله يسخرك فيها اخويا الله يحفظك فيها اخويا ما كاينش الغلط خليها رشيد ما كاينش الغلط اللهم بارك اخويا جوج خوات هادو نتاوي راه طلعتهم السلاكه بريباراهم العام الجاي ان شاء الله اخويا علاش كنا باغي نبيعو نتاوي عندنا ديجا نتاوي اخرين تزادو عندنا ما يمكنش انه انا عندي 7 نتاوي ونزيد عليهم 7 نتاوي اخرين ولاو 14 نتاوي ونخدم فيهم ديك السلاكه خاصني نخرج ونخلي بياس هادشي علاش بغيت نبيعهم مع الاخوان مابقاوش ديو الاسم وتحكموا على شي حاجه ما عارفينها اييه تنقص عليك يعني باش ما يبقاش عندك داكشي كثير اخويا واحد الحاجه اخويا عزيز هو اخويا حمد فاش كتبغي بحال كتخرج طويرات ما تحبس الحفاظ الحفاظه اييه علاش تحبس الحفاظه انا ندير حفاظ على برا وحفاظ لداخل دونك الطير اللي هنا يقدر يسمع شي نوطه تعجبو من هنا ويدخل عليه في التركيبه يعني يتخربق ويتخربق صح لذلك انا ندير حفاظ على برا وحفاظ على الداخل فالطير فاش كتبغي تحل عليه خصك تحيد الحفاظه باش تخلي انه يخرج داكشي اللي
دونك قلنا هذا راه الزياده ديالي. وبالنسبه لهذا البونج اخويا حميد، هذا يعني كيخلي يعني يعني الصوت يخرج، الصوت الخارجي ما يدخلش يعني الكاخون، واش اللي لداخل ما يخرجش. هادشي اللي داير انا حفاظ على برا وحفاظ على الداخل. اي تبارك الله عليك، تبارك الله عليك خويا حميد. هاد الحفاظه راه كنا صوبناها حنا سيدي اوروبا اللي فيها باب واحد. اييه تبارك الله ما شاء الله. هذا خويا راه ستيبات ما شاء الله تبارك الله، الله يسخر فيها خويا. اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله. أنا شميتي الما ديالهم تمو الإحساس تشومة. لا جاتني بحال ريحة تشومة. هذا هو الضعف الأور اللي قلت لك ياك، وراه فيه تشومة وفيه إكليل جبل فيه تمنية ديال العيب. هاك وداك دونك هذا كتبقى تعطيه للوليدات شحال ما كيتفقمو كتعطيه لهم حتى كيكملوا البدالة ديالهم. يعني هذا مصوب من تشومة، مواد طبيعيه. مواد طبيعيه، مواد طبيعيه. كذاك، ولكن عاطيه فيه الريحه ديال الثومه. هذا يوميا كنعطيه الفراخ يوميا، نهار على خوك كنعطيه. يعني بالنسبه لهاد الدافلور واش وقايه؟ هو وقايه وعلاج وميم طون، من جهه التنفسي وجهه الجوجهم. يعني كنصحوا الاخوان يعني عطيه الطويرات ديالهم. كيعاون في البداله، كيعاون بزاف ديال الحوايج، كيطلع الريح زوين. واش كاين هنا كيتباع في المغرب؟ دابا كاين عند الدراري، كاين عند سفيان وعند فتاح. اييه جابوه كدير 10 مليم، كدير شي 30 درهم. وبحال دابا هادي شحال تدير؟ هادي اخويا دايره تقريبا شي 450 درهم، ماشي مشكل. 450 درهم، 50 درهم. نسيطرو هي ما مترخيصه بزاف. هذا ما يصرخور هاجين، لاحظتي انا اللون ديالهم بحال اييه. هادو خوت؟ لا ماشي خوت، هادو كل عش خرجت فيه بيضه، طلعوا ثلاثه كوره. سبحان الله العظيم تبارك الله ما شاء الله. هاو الثالثه هذا ما ندخلوش سميتو الكاخون. لا راه يعني عنده باف ديال عنده باف، يعني خلي شي هذا ليبر يسمع هو عيان يعني. باش تشوف النتيجه كنجربو كلشي. اييه تبارك الله عليك، زوينه هاد القضيه هادي. شوف النتيجه كيفاش كيطلع الطير وهو عريان، وكيفاش او ميم طون كيفاش كيطلع الطير وهو في الكاخون. كنجربو كلشي، عندنا حداد تا هو كنحفظو. تبارك الله، هاد الحداد فيه كلام ما شاء الله. هذا تحيه الاخ دريس طيور. قول لي باقي وليد هذا؟ باقي وليد. يلاه قبال لي هذا شتو. حتى هو تبارك الله يشد الكلام، علاش لا؟ حنا كنجربو. مرحبا مرحبا. هادو اخر عش في جوج كورون فيه وقت تكررت في طم، مبغيتش نعزلو باش عادو نخوتو وياكلو. اييه ما شاء الله تكررت كار اخويا عزيز، مكاين لا صفورية لا والو. هاد الكحوية ديال الدكر الشام ماشي هي اللي كتحكم على الدكر اخويا عزيز، لكن انت ولدي اكثر من هاد البلاصه هي اللي كتحكم. لا شفت الصغر دابا في ولاد العش؟ لا في الصغر، الصغر ما كيبينش ما كيفرش. لا راس اخويا، لا راس. الراس هي اللي كتعطي يعني المواصفات. هضروا في العش كنعرفوا شنو كاين، باقي عندهم 8 ايام كنعرف تكر من نتو. سبحان الله العظيم، بحكم التجربه اخويا وبحكم يعني المراكمه ديال عده التجارب كتولي تعرف يعني. انت قيس الزر اخويا عزيز. تبارك الله اللهم بارك. عامر تبارك الله، ما كاينش حس يعني نقولوا حنايا مسياف او لا ناقص. دي زويت، هادي زويت نشوة، رقم 18 نشوة، راه بيغان ديالنا خويا اش ان دي فلوغ. اييه هادو صوبتيهم خصيصا ديالك اخويا حميد. مكاينش الشهوبية بحال الذكر بحال النشوة، عمرها هنا كتفرق ما بين الذكر ولا النشوة. يعني هاد لابارتي هادي وريها يعني للمشاهدين الكرام. هادي عمرها هادي نشوة، واخا تكون كحلة غرية ما عمرها تفرق ما بين الذكر والنشوة. عاد خربيق هادشي يعني لا هي لا هاد. كيقولوا لهم الوداد، وداد كيقول لك هنايا ها هي وكحله، ها هي وكحوليه طالعه. يعني هذه كتبقى يعني معلومه خاطئه. بنادم كيبقى
شو راه باين، شو الراس ديال الدكر كيفاش داير، شو الراس ديال النجم كيفاش داير. اي بلا ما نقول نبيعو الوهم لبنادم، راه صافي اذا باين الدكر الدكر نتو نتو. اه فعلا شي ما كتفرقش بيناتهم، ما تقول ما عرفتش. كاينه كاينه زعما كنقصدو حتى شي واحد، ها كنشرو. لا 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 عادي عادي معلومه ما شاء الله. ترى باقي صغير هذا. انا كنجاوب قدامكم واحد الدواء ديال الدواء ديال اش اخويا حميد. هذا ديال جهاز التنفسي، بالي الطار شكيت فيه انه غيضربو البرد. اييه كد ليه هكا، كتمشي هكا كتدفعها، كتدفعها على اليسر ديالك، كتدفعها كتمشي للطاير ديالك ديريكت. اه تبارك الله عليك اخويا حميد. هادي الدواء خديتو من عند الاخ نجيب. اييه هذا فعال ديال بصح، يعني تقدر تعطيه لاي طير بان لك يعني. يومين ثلاث ايام كيبرا الطاير. سبحانك يا جاري. بغينا سوران اليوم، ولكن عندي البرا الفوق في الدار. ماشي مشكل ماشي مشكل، غنبسطوهم سوران اليوم ان شاء الله. عندي شي ولاد الفوق تصبر سوران اليوم. بالنسبه خويا هاد المكونات، يعني هاد الماكله هادي اللي كتعطي سيري نيوز. سيري نيوز سيري نيوز احسن حاجه للتوكال. التوكال كانت عندي كيلو سهله ليا، خديت هادي حيت هادي غنفطن بها حتى بدا كياكل، وهذا مابقاش كياكل من عندي. حوايج جوج صغيورين دابا كنفطن فيهم، عطيهم الزوان وبيريلا، عطيهم واحد الميلونج خفيف. اييه الله يكمل بخير اخويا حميد. موش خوش بالبيض حيت البيض كيرجع مشاكل المصاري. خويا حميد كنشكروك بزاف بزاف اخويا، وكنتمنى ان شاء الله مسيره موفقه. تحيه لسبونج بوب، انا سبونج بوب لو بغيتي اجي عندنا نتعاملوا معاك، طلع المحتوى ما تطلعوش على دار الدراري اللي كربي. مرحبا اخ حميد، راه كيخدم شي حاجه يعني ديال الناس المحترفين. وتبارك الله عليك اخويا. صراحه ما كاينش الوقت بحكم الخدمه وكنسالي معطل وداكشي، كنبغيو نصوروا فيديوهات وكاين الوقت والله ما كاين. يكون خير اخويا حميد، ان شاء الله نلقاو شي وقيته، وان شاء الله بين ما قادي شي هاد الامور يعني ديال التحفيظ وديال يعني طلع الطويرات، وغادي تخصص ان شاء الله واحد الوقيته تيشدوا ريوسو مع الطويرات ان شاء الله. ومرحبا والف مرحبا خويا حميد. غتعطيني الاسم ديال القناه ديالك باش يدخلوا الاخوان يعني يهجموا عليك. مرحبا خويا، اش ام دي فلوغ. ومرحبا بالجميع، دخلوا عند الاخ حميد. بالنسبه للراديو ديال 50 درهم، الراديو ديال 50 درهم. اييه كيفاش كنموضي فيه انا؟ سد على الطويرات. اييه سد على الطويرات اخويا. بالنسبه خويا الباب ديال 50 درهم اللي كتعرفوا انه هو الاحمر اللي كيخدموا به بزاف ديال المواد. اييه هو هذا معروف. انا النصيحه ديالي انه ما تخدموش الباب ديالو، سير للجوطيير دبر على شي باب اوريجينال بشي 30 درهم ولا 20 درهم، هرسو خذ منه الباب ديالك، شي باب يكون اوريجينال كيفلتري الصوت. انا كلشي غتسمعوا على عينك من التحت. كنخرج ديك خايبه على برا، كناني لي الباف وخرج خايبه، يعني طريقه سهله اخويا. وكنزيد في الصوت، انا الصوت اسمع الصوت كيفاش خايب. تبارك الله، هذه معلومه اخرى زاد لكم الاخ حميد. الله يكبر بك اخويا. كيفاش مفلتري الصوت؟ كيفاش يبان لي على برا كيفاش حيه، كيفاش حيه خايبه لا طيور فيديو كيدوز، يعني طيور فيديو كيدوز، شديتو ما نسقتش بيناتهم، كنطلق هذا يدوي شويه، اون فوا كيبدا يضرب في التعاوق، هاو كيما كتشتي راه دابا تبدل من طير لطير، ما بانش الفرق. كنشد التعاوق ديال هذا، اون فوا كيبدا في التعاوق كنشونجي الكلام الاخر. فعلا. فهمتي كنجيبها مقادة. فهمتي باش نحصل على واحد التجربة، هذه تركيبة اللي هي مصوبة اصطناعية، وهذه تركيبة حية، يعني أنا كنجرب كل شيء. معلم كاين كاين. معلم. وكيما كتشوفي راه الصفة ديال البافرة. خويا حميد كنشكرك بزاف. وهاد الطيار اللي خديت هنا. اييه. الطير كنقولوا ليه مرزار. اييه. والطير ديال المصدقين. ديال المصدقين. اييه. خديتهم بجوج وميونجيش بيناتهم باش ناخذ، إلا حصلت عليه واحد النتيجة، إلا يسرت الله في هاد النتيجة، غيكون واحد المستوى اللي كبير ديال بصح. ان شاء الله واكيد ان شاء الله. شوف مادام انك يعني خدام على راسك اخويا حميد، غادي تكون النتيجه ان شاء الله وتكون ايجابيه ان شاء الله. اخويا حميد
ما تخيناش بيك اخويا. مرحبا مرحبا. شوف خاصهم يدوا كلشي باش كنخدم الخوت. كاين اونتي اونغوس هذا أيه. كيدخل في الصباح كيقتل لي باكتيري تقدر تخلي الماء 3 ايام في الشرابه ماشي مشكل. ديالو اونتي اونغوس غايقول لها اونتي اونغوس اونتي باكتيري اونتي اونغوس اونتي باكتيري اللهم بارك. اللهم انا كنتصنت انا واخا يعني كندوي معاك الحوار ولكن الباسيك دو ديال الكبده اييه هذا مره في السيمانه سوق كتعطي لي الفيتامين سول هذا راه ماشي دواء هو منشط ديال الكبد كيعاون الكبده باش انها تحرك السموم اللي فيها ما ماشي دواء ولا شي حاجه هذا المهم الطياف وسيشوف البداله كيطلع الريش واحد هذا الناس اللي كيعانيو من الكوكسيديا هذا ادينو اكسترا ميكس كيدير 150 درهم هذا كيحارب شي حاجه سميتو الكوكسيديا ما تبقاش ايكولي كلشي ها هو راه الناس اللي عندهم امراض يعني ديال كيدير 150 درهم يعني ما نسيناكمش الاخوان وما نساكمش الاخ حميد يعني عطاكم باش كيخدم هذا راه دافلور انا خاوي هنا هذا الموده كنا دوينا لهم واحد النهار على البداله بروموتور موده عرف مزيان البداله كيطلع الفراخ واعرين وديجا هو كيدوي الكبده اييه دونك هذا نقصوا صافي راسك حتى الراس ياك يعني عطيه واحد الوقت محدد هذا فيه 12 فيتامين كيعاون الطيار سيرسو الخوره باش يجيبوا بداله زوينه حيت الطيار كيخسروا بزاف ديال لي فيتامين في البداله يعني ماشي ساهل انك تحيد الريش كامل وتعاود تطلعو دونك خاص شي حاجه كامل بحال واحد كيموت ليه الطير فوق يدير البداله حيت كيعطي غير الزوان و فعلا وكيخرج ليه ضعيف كيخرج ليه الطير مقموع مهيج الطير تعطيه لي فيتامين كاملين باش انه يطلع في المستوى ويخرج في بداله زوينه وعاونو بالخيار خيار مزيان في البداله مخير هذا كومبلي جوبي اللي دوينا عليه قبيله فيه مجموعة ديال الفيتامينات بي كاملين هذا فيتامين ا هادو عبارة عن فيتامينات كاملين فيتامين ا مزيان الخيار اللي فيهم الجودية بحال اللي كتكون فيه شنح بياض راس بياض هذا مزيان ومزيان حتى للنظر شوف فيتامين ا كيخلص في الزو هذا مزيان ما كيخليوش الخيار اللي فيهم بيوضة باش انهم يمرضوا بشي مرض اللي كيأثر عليهم فهمتي أيه. يعوض لهم ديك الماده ديال الفيتامين فيتامين ا اييه وهذا الاونتي ستريس اونتي ستريس اونتي ستريس كنديروه بحال الا بغينا نديو شي طير لشي مسابقه باش ما يستريساش لينا بدا يلوح الريش الا كنت غنشري عن طير عند شي واحد اللي بالثمن نمشي عندو كنقول له عطيه لي الفرخ هذا واحد 3 ايام باش نجيبو للدار نعاود نعطيه لي 3 ايام فرخ معلم نشد داك الفرخ الفرق كنعطيو للطيار اللي كيكونوا خيرجين هيجين بحال انا عندي واحد القرع خارج هيج كيهيجو كنعطيه ليه باش يستريس وما يخرجش ليه فعلا طريقه زوينه وكاين واحد النوع ديال لا مرادي ديال الطيور كيولي الطير غير هايج وكيبغي يخرج لك من القفص ممكن انك تعطيه ليه ماشي مرادي هذوك اخويا عزيز هذوك الناس شي وحدين كيعتبروها مرادي لا الناس اللي كيكون عنده الطير كيعطيوهم اش كيقولوا لها هربت لي سميت كان واحد المحفزات ديال الانسان اييه كاين واحد الدواء كياكلوا صحاب العصائر كياكلوا باش يترينوا مزيان اييه في هرمون الذكوره هذا كيخدموا به وكيجيب لك الطاير كيبقى يقول لك كوبلور هادي ولا كيشري من عنده شي واحد وكيقول لك راه مرض لا هذاك راه كتطلع عليه هرمون ديال الذكوره بحال هو ذكر وكتجي تعطي دوك لي فيتامين باش تزيد الذكوره ديالو كيولي ليه حجنه يعني هاد المساله هادي كيخدموا بها يعني خدموا بها مليح وكاينين راه كاينين دي فيتامينات اللي كيعوضوا هادشي دابا الطير فاش كيجي من داكشي باش انك ترجعو خصك ليه واحد الحاجه اللي صعيبه طيب سخون بزاف صافي سخنتي واحد الدرجه باغي يبيكي كلشي هذاك الهرمون كتعطي ليه صافي كيولي جاهز يعني الا بغيتي ترجعو يعني الطريقه لا دابا ملي كيدخل البداله كيبقى سخون كيموت فعلا اكثريه الدراري كيشريو طاير كوبلور كيدخل البداله كيموت كيموت راه هذا هو السبب الخوت ما يكذبش عليكم شي واحد كيديروا هاد لي هرمون ديال الذكوره وكيعطيو للطيار كيجيو بزاف الا بغيتي انت تهبط لي داك لي هرمون خاصك لي ادويه ديالو شي حاجه اللي تبر وما كايناش صعيب حيت هو عنده القلب وداكشي ديالو عنده صغيور يعني ما تقدرش تهبطو دغيا صعيب الا عطيتي لا دوز كبيره غيموت دونك انا
بغيتي تكوبلي ولا بغيتي تجاوز خو الطير دابا وقيته ديال البداله يكون ما هيج ما والو ودي خدم معاه بقيتي هيج دابا بقيت البداله غيبدلو هيجها بعد منه خو الطويار وسي خدم معاه في البداله يخرج لك طير مزيان وخدم معاه سيليني ومتو هو مزيان ولكن في عواقب يقدر يموت لك الطير هو كيلقح الطير والي وكيهيج مزيان ولكن لك الترسيه ليه يقدر يموت لك الطير من بعد دونك كما قلنا لي برودوي شيميك خاصهم تعرف كيفاش تخدم بهم الحمد لله راه دوزنا بهم عام واحد السؤال اخويا بقى لي اخويا حميد بالنسبه اخويا الطوير اللي مثلا هو لقح نتوه ولكن البيض خاوي واش ممكن انك تصبر عليه العام الاخر يقدر يعطيه حتى طير اوسينين يوم هذاك العام سيمانه هذاك العام سيمانه سيمانه ديال اوسينين وما يخدم تبارك الله عليك تبارك الله عليك طيار اييه طيار عندهم مالي هما كيلقحوش والله تاخذ لي الطير ب 500 درهم راه عندي الفوق تنوري لك قرا اول عام في الطيبه خديته ب 500 درهم مولاه بايل عند مولاه مع بايل خاوي الا قلبتو التيب خاوي شديتو عطيتو الاوسيلينيون ضوقتو ليه السيمانه الثانيه تحيه خويا محمد حيت هو اللي خدم معاه خدمنا وياه عطاه سيمانه ديال الاوسيلينيون وطلقوا على نتاو راشي يسد الحمد لله على رضا الله سبحانه وتعالى خويا حميد شوف لنا عودة ان شاء الله تنسمعوا النتيجه ديال الطيور وكيفاش خرجوا ان شاء الله الطيور و يعني حنا كنديروا جهدنا كامل على الله هادشي اللي كاين سبحانه وتعالى دوزنا طيار زوينين راه كاملين تباعوا ونتمنوا خير جا شي طير مرحبا ما جاش العام بزين مرحبا مرحبا مكملين تيجي الطير على خاطر الكلمه الاخيره الاخوان المواليه مرحبا بكم وخدموا على الانتاج باش تخدم على الانتاج كيولي كلشي بين يديك ما كتحتاج حتى شي واحد يعني ما تسناش القرع تاخذو ب 250 درهم ولا 200 العام ما يدخلش هذيك كلشي عندك جاو القرع ما جاوش كتحفظ اييه الشيء اللي تخسر القرع خسروا ما يكلات على الطويرات كيكون عندك وتحيه ليكم كامل شكرا خويا حميد والله يسهل عليك في الولاعه والله يكمل عليك بخير اخويا شكرا الله يسهل عليك الله يحفظك